مساكم الله بالخير ومساء الصحة عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. اليوم رح نتناول موضوع فائدة الطعام يعتبر من أطعمة السوبر فود أو الأطعمة اللي تحمل فوائد صحية كبيرة، ألا وهو الروب. الروب من الأطعمة اللي تحمل فوائد صحية كبيرة لجميع الأشخاص، وعادة احنا نعرف الروب انه هو ينتج من تخمر سكر الحليب، البكتيريا تخمره فتكون مادة أثقل شوية عن طريق تخثر البروتين الموجود في الحليب، مما يعطي طعمه والتكستشر ماله أو مذاقه المميز. للروب عدة فوائد ويتفوق عن غيره من منتجات الألبان بالفوائد الصحية اللي يحتويها، فالروب يعتبر من أفيد الأطعمة مقارنة بغيره من منتجات الألبان مثل الأجبان أو الحليب أو اللبن. من فوائده أنه يحتوي على العديد من المغذيات اللي يحتاجها الجسم. الروب يحتوي على تقريباً 49% من احتياجك اليومي من الكالسيوم، يحتوي أيضاً على فيتامينات باء منها B12 والرايبوفلافين المهمين جداً لصحة القلب. أيضاً كوب واحد من الروب يحتوي على 38% من الاحتياج من الفسفور، 12% من المغنيسيوم و 18% من البوتاسيوم، وهذه المعادن جميعها مهمة لصحة العظام وضغط الدم والعمليات الحيوية في الجسم. أيضاً الروب يحتوي على فيتامين دال، مما يجعله طعام جداً مهم لصحة العظام وصحة الجسم بشكل عام. يحتوي أيضاً الروب على كمية ممتازة جداً من البروتينات، حوالي 200 جرام من الروب يحتوي على 12 جرام من البروتين، وشافوا أن احتواء البروتين من الشغلات اللي تؤدي إلى كبح الشهية والحفاظ على الوزن. في دراسة سووها شافوا أن تناول كوب من الروب خلال الوجبة الخفيفة يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في وجبة العشاء اللي وراها، شافوا أنه يقلل مقدار 100 سعرة حرارية ويعزز الشبع في هذه الفترة. أيضاً هذه فائدة البروتين تزيد مع تناول الروب اليوناني. الروب اليوناني يكون مصفى أكثر من الروب العادي، فيحتوي على كميات أعلى من البروتين، حوالي 200 جرام من الروب اليوناني يحتوي على 22 جرام من البروتينات. أيضاً من فوائد الروب بعض أنواعه تكون معززة بالبكتيريا النافعة البروبيوتيك. هذه البكتيريا النافعة تفيد الجهاز الهضمي بصورة كبيرة، تقلل من مشاكل القولون العصبي وتقلل من مشاكل الإسهال وانت بكرامة، خاصة المصاحبة لتناول المضادات الحيوية، مما وتعزز جدا من صحة الجهاز الهضمي. وأيضا البكتيريا النافعة في الروب تعزز من المناعة، تقلل التهابات في الجسم، وذلك أيضا لاحتواء الروب على المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك وفيتامين دال، هذه كلها صفات تزيد من المناعة عند تناول الروب. الروب أيضا يقلل من هشاشة العظام ويساعد على ضبط الوزن. هذه كانت فوائد الصحية اللي نبي نقدمها لكم عن الروب، نتمنى أن تدخلونا في نظامكم الغذائي بشكل يومي، ونتمنى لكم دائما الصحة والسلامة. صحتك بالدنيا، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. اليوم ودنا نتكلم على شيء وايد نشوفه مع الناس العادية، مع الرياضيين وايد يستخدمونه واستخداماته كثيرة، وتمنيت أني أنا أتاجر فيه وأصير تاجر. شنو هذا الشيء؟ الشيء هذا استخدام الضبابات. الضبابات، هذه الضبابات اللي وايد نشوف بعض الناس يحطونها على ايدهم، يحطونها على ركبهم، يحطونها على الانكل وعلى المفصل في الكاحل، شنو حقيقتها؟ وهل هذه فعلا فيها فائدة ولا ما فيها فائدة؟ في كثير من الناس يستخدم الضبابات وهو اصلا ما يدري ليش مستخدمها. بعض الناس يقول لما استخدم الضبابة أشعر بأن عندي ثبات في الركبة، وبالتالي ركبتي ما تلف أو تنثني. وبعض الناس يقول والله أنا استخدمها لأن أشعر بمثل كهرباء في الرجل، أو أشعر بعدم راحة لما أحط هذه الضبابة أحس بالراحة. لو نلاحظ أن أغلب استخدام الناس حق الضبابات هي فقط للراحة النفسية،
هذا الإنسان لما يحط الضبابة هو نفسياً يشعر أنه هو متحسن، لكن حقيقة هذه الضبابة ما راح تعطيني ثبات حق الركبة ولا راح تعطيني تحسن في الحركة، وبالعكس أحياناً تعيق هذه الضبابة الحركة، خاصة إذا استخدمنا الضبابات اللي على الركبة اللي تسكر على الصابونة، يعني ما في فتحة، وبالتالي تكون مثل هذه الضبابة تضغط على الصابونة وتخلي الصابونة تحك بالسطح اللي تحتها، فتكون ضارة أكثر مما هي نافعة. طيب، معنى كلامك دكتور إن ما نستخدم ضبابة؟ أقول لكم لا، ممكن نستخدمها في حالات محددة. شنو نستخدمها أو شنو الحالات اللي نستخدم فيها الضبابة؟ نستخدم الضبابة الضاغطة هذه إذا كان عندنا انتفاخ في الركبة، يعني بعض الناس صارت له إصابة في الركبة على سبيل المثال وصار عنده انتفاخ، صار عنده تورم، يعني في تجمع سوائل حوالين المفصل. هنا بنستخدم أي شيء حتى يقلل مثل هذه الانتفاخات وهذه التورمات. الضبابة أو اللفاف الضاغط راح يكون جداً مناسب لأنه راح يقلل من هذه الانتفاخات، وبالتالي يكون هناك في تحسن في هذا الجانب. ولكن هل هذه الضبابة الضاغطة راح تعطيني ثبات حق الركبة؟ في الغالب لا. إذا نبي ثبات حق الركبة هناك ضبابات أخرى يكون فيها نوع من الحدايد وفيها زوايا، هذه راح تعطيني ثبات حق الركبة، ولكن هذه نوعية خاصة لابد تأخذ باستشارة الطبيب المختص أو أخصائي العلاج الطبيعي. ما تشوفون شر. رحب فيكم أعزائي المشاهدين. واحدة من الطرق اللي تؤدي إلى التسامح واللي تكسب الإنسان مهارة التسامح مع الآخرين هي فهم الناس وفهم الشخصيات اللي حوالينا. في شغلة لو فهمناها راح نعرف نتعامل مع الأشخاص العصبيين والقسات اللي قاعدين نواجههم في حياتنا اليومية. تأكدوا أن كل إنسان قاسي وشديد فهو قاسي وشديد مع نفسه، لو كان شديد وقاسي مع الآخرين كذلك هو شديد وقاسي مع نفسه. إنسان يدقق على الوقت، تأكدوا أنه يدقق على الوقت مع نفسه، يدقق على تفاصيل العمل ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، هذا إنسان غير متسامح وغير راضي عن أدائه، هو دائما يبي يدقق على أتفه التفاصيل البسيطة وما يسامح نفسه عليها لو أخطأ. لو فهمنا هذا النوع من الناس راح نفهم أن هذا الشخص ترى قاعد يعاني واقعيا، هو قاعد يعاني، فلما يغلط عليك أو لما يتمادى معاك أنت توقف عند حده، ما نختلف، ولكن ما تكرهه ولا تكون معه عداوة. ليش؟ لأن إنسان قاعد يعاني. لازم نفهم أن الناس اللي حوالينا ترى مو خالين من المشاكل النفسية أو الاجتماعية. قد يكون الواحد اليوم مر في موقف مضايقة، يمكن يكون زعلان مع أحد، يمكن يكون صاير له مشكلة في العمل في البيت. لازم نفهم نفسيات الناس اللي حوالينا، يعني ناخذ على الاقل ABC الشخصيات او علم النفس علشان نعرف كيفيه التعامل مع الناس اللي حوالينا. هذا نوع من انواع الذكاء الاجتماعي. الشخص العصبي الافضل ان احنا ننظر له انه انسان تعبان متضايق، مو انسان سيء، انسان تعبان، انسان متضايق، لذلك هو عصبي، عنده هموم شايلها فوق راسه، لذلك هو عصبي. لو نظرنا بهذه النظرة حق الآخرين، الناس اللي حوالينا، راح تأكدوا والله العظيم راح يصير عندنا قدرة عالية على التسامح، عشان لما يجيك مرة ثانية ويتكلم معاك تتكلم معاه بكل أريحية، ما عندك أي مشكلة، لأنك عارف من داخله هو شنو قاعد يعاني منه، هو إنسان عصبي وقلق ومتوتر. العين، التصرفات العين وتصرفات الجسم، أكثر من 90% من لغة الإنسان هي لغة جسد وليس لغة لفظية. فلما نشوف لغة جسد اللي حوالينا، الناس اللي قاعدين معانا يتكلمون، لو راقبنا هالأشياء راح نعرف شلون نتعامل معاهم ونتسامح معاهم ويصير صدرنا وسيع. تسمعون عن واحد يقول والله صدره وسيع، فلان طويل بال، فلان متسامح، فلان متفهم الآخرين. ليش؟ لأنه يفهم كيفية
شعور الناس اللي حواليه وظروفهم ويعني المشاكل اللي قاعد يطيحون فيها في حياتهم اليومية. إذا ما تعلمنا شلون نتعامل مع الآخرين، شلون نفهم نفسيات الآخرين، مو ضروري نكون متخصصين، ناس عاديين، قد يكون واحد مهندس، قد يكون واحد تاجر، يكون واحد موظف عادي لكن يفهم نفسيات اللي حواليه، مو ضروري تكون متخصص. لو فهمت راح يصير عندك قدرة عالية على تقبل الآخرين والتعامل مع الآخرين. وخذوها قاعدة، مثل ما أنت تتضايق وتحزن وتبي الناس تقبلك بعصبيتك وحزنك وضيقتك، كذلك الناس اللي حواليك محتاجين قبولك وحبك ورضاك عنهم وقت عصبيتهم ووقت حزنهم. فلترضى على نفسك كذلك اسمح للآخرين هم يرضونه على نفسهم، ويعطيكم العافية.